السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في الموجز الرياضي. حقق فريق النجمة ممثل كرة اليد البحرينية فوزه الثالث في البطولة الآسيوية 18 للأندية المقامة في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك بعدما تغلب على فريق مسقط العماني ب 27 هدفا مقابل 17، ليؤكد تواجده في منصة التتويج محافظا في الوقت ذاته على آماله في تحقيق اللقب الآسيوي. افتتح منتخبنا الوطني للشباب البطولة الدولية الودية لكرة القدم بالخسارة أمام نظيره المكسيكي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد مدينة خليفة الرياضية. أهداف الفريق المكسيكي جاءت عن طريق كل من روميرو وديلفين وموريل، فيما سجل عبد العزيز خالد الهدف الوحيد لمنتخبنا الوطني، ليرفع بذلك المنتخب المكسيكي رصيده إلى 3 نقاط في صدارة الترتيب العام للبطولة. حذر من هذه الكرات، هنا التقدم وهدف ثالث للمنتخب.